إذن مشاهدي قناة شوف تي في، تواجد السلطات الأمنية رجال الأمن بمنطقة حي مولاي رشيد تزامنا مع الاحتفالات والفرحة الهستيرية اللي كاينة عند الجماهير المغربية. بطبيعة الحال رجال الأمن دائما كيتواجدوا في مثل هذه المحافل الكبرى، ولهذا كنشكرهم على المجهودات الجبارة اللي كيقوموا بها من أجل محاربة الشغب والجريمة بشتى أنواعها، وأيضا من أجل تأمين هذه الاحتفالات اللي كتكون بمثل هذه المناسبات. مناسبة اليوم هي واحد المناسبة استثنائية، فرحة استثنائية وفرحة هستيرية اللي كاينة عند الجماهير المغربية بعد انتصار المنتخب الوطني المغربي على فريق كندا، واللي كان فوز ساحق 2-1، وهذه التوقعات ديال الجماهير المغربية اللي كانت هذه هي التوقعات ديالهم. إذا الاحتفالات لا زالت مستمرة، المغاربة يخرجون بالآلاف للشوارع من أجل الاحتفال بهذه الفرحة، فرحة كبيرة. ورجال الأمن أكيد أنهم دائما حاضرين، دائما كاينين من أجل مواكبة هذه الاحتفالات، من أجل أن هذه الاحتفالات تمر بسلام، لأنه ما يكون فيها حتى شي مشكل. تحياتنا لك اخويا اللي من جنيف، تحياتنا لك من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من منطقة مولاي رشيد. تحية للمغاربة أينما حلوا وارتحلوا، تحية للمغاربة في جميع بقاع العالم، تحية لأسود الأطلس اللي شرفونا. ارفع رأسك فأنت مغربي، تحية للأسود اللي شرفونا. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، احتفالات لا زالت مستمرة والفرحة لا زالت مستمرة بشوارع العاصمة الاقتصادية وأيضا بجميع ربوع المملكة. مرة أخرى شكرا لرجال الأمن على تواجد ديالهم الدائم والمستمر. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، غنقول لكم إلى اللقاء في بث مباشر آخر بحول الله.